باذن التفكير اللي بديناه اليوم يتواصل. اذا كان تصوروا كنا حلينا مشاكل الدنيا كل، يعني الكلمه اللي خرج هي اللي قال جينا لهنا باش نفكروا مع بعضنا ايش يلزمنا نعمل، ايش يلزمنا نعمل، معناها يعني ثم عدم رضا على الوضع تتوا واللي صار قبل، واللي صار قبل مش توا زين مش نقعدوا نتعاركوا عليه منك انت ولا مني انا، ناخذوا منه عبره ودرس، لانه هذاك الان ممكن قبيله قال واحد وكانه يحكي على بلاد اخرى ولا نعم، اذا كان ما ناخذوش مسافه على التجربه نتاعنا ما عملنا شيء، يعني يلزمها نتكلموا عليها وكان صاير في بلاد اخر وشنو هو، زاد ما نكذبوش على بعضنا اللي رغم اللي صاير معناتها نكونوا متفائلين، لانه واجبنا باش نكونوا متفائلين، يا اخي ما نجمش باش نقولوا من هزيمه الى هزيمه وباش نزوق من هزيمه اخرى، هكا تو معناتها اذا كان النخبه هذه معناتها في اجتماع اليوم هذا كيما ما نعملوش تناقض بين تو اللي قال تو احنا مجتمعين هنا نقولوا لازمنا نمشيو للميدان، احنا اليوم هاد نحكيو هنا كيفاش باش نمشيو للميدان؟ مش حكايه لازمنا نتلاقاو ونعرف بعضنا كما قال تو الوقت تو هزوني في اخر دقيقه ومشيت جديد من نهار انتخبوني وليت نعرف القوى الديمقراطيه في المجلس، يعني ف يعني معناتها بطبيعه الحال يعني ناخذوا عبر من التجارب هذه كيف ما قبيلة قال على القانون الانتخابي، احنا عملنا قانون انتخابي وتعرفوا بحكم وجودنا في الجامعة والناس اللي خدمت في الخبراء، يعني تعرفوا القانون الانتخابي هذايا كان فيه هدف هو كونه ما يكونش حتى حزب يفوز بالأغلبية، يعني يخوف الكبير من أنه ما يتعاونش من حزب نتاع 99% وبدا ب 94 وكمل 99، يعني ف يعني هذاك الهاجس يعني كل قانون ولا كل فكره، يعني سلمى حاره في المجلس يعني في المجلس التاسيسي يعني كانت الفكره هو كون الخوف من انه عوده الاستبداد بشكل ديمقراطي، هذا الموضوع هذا ماشي لا حاجة أخرى اللي توا اللي توا القانون الانتخابي هذا لا 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 عايشكم خاطر إذا كان باش نخرجوا في آخر البلاصة في آخر الاجتماع بتاعنا اللي يكون الوضع أتعس نقبل عليه وبس لا معناتها ما هذاك التشخيص لا لا تشخيص وبعد باش نشوفوا العلاج أتعس تقول في وضع الديمقراطية ولكن الوضع الديمقراطية تشرشل قال تعرفوا التعريف نتاعو سي لو بلو موفي دي سيستيم لو موفي موفي دي سيستيم، يعني على اساس كونو الانظمه كل نظام في مشاكل تو تكلم قبيله تكلم على فرنسا، يعني فرنسا بعد 100 سنه ومازال فيها معناتها يتساءلوا بطبيعه الحال كل هذا ماشي، اذا كان يتصور يكونوا ثم وضع سياسي ولا نظام سياسي مثالي وباش يجيب الجنة معناتها في بلاتو ما ثماش دونك يعني دونك اون دوار ريلاتيفيزي معناتها يعني لازمنا نسبوا تجربة فرنسا بحكم ما سمي العودة هما فرنسا توما سميوها البارح احتفلوا بالسانكيام ريبوبليك 60 سنة على السانكيام ريبوبليك والسانكيام ريبوبليك هذايا الدستور نتاعها ما عملوش مجلس تأسيسي راه سي اون كوميسيون عملته دونك يعني عنده 60 سنة في عايشين بيه بعد 200 سنة من الثورة يعني فكل حاجة نذكروها ولكن نذكروا نسبوها يعني الظرف نتاعها فلذلك احنا 7 سنين وبدينا نفدوا وبدينا الروح بتاعنا تطلع لا
لكن لابد نشوفه فما علم كامل زملائنا في العلوم السياسية يسميون لا ترانسيتولوجي، علم الانتقال. والعلم الانتقال هذايا كان تبعو في الصيف اللي فات في إسبانيا اللي هي صارت فرانكو معناتها الثورة في 1975، يعني عندها 40 سنة. بعد 40 سنة يتناقشوا في البرلمان على القبر نتاع فرانكو. مقسومة إسبانيا على يا ترى يخليوه من عظماء إسبانيا وإلا يدفنوه في بلاد، يعني فما يعني دليل على بعد 40 سنة. لكن هي في الديمقراطية يتناقشوا في البرلمان باش صوتوا على الموضوع هذا. فلذلك يعني احنا قاعدين نركزوا في حاجات جديدة فيها برشا ميردة، فيها برشا حاجات خايبة نتقلقوا منها ونتكلموا على الكفاءات. لكن الكفاءات كيفاش الكفاءات يا اخي في المجهول، معناتها لو كان ثم حزب برك تنجم تحاسبوا على الكفاءات اللي هو جابهم ولا ما جابهمش. لكن الوضع نتاعنا هو كونه مجموعة من الأحزاب اتفقت على شكل ما أعطت فيه الأولوية، لكن الأولوية هذه جابت نوع من الاستقرار. الأخرى تقول لها توازن، الأخرى تقول لها أسكو استقرار ولا هو توازن ولا الاستقرار غير متوازن. لكن هذاك نتيجة للانتخابات، لنتائج الانتخابات، مش نتيجة للاستبداد، نتيجة للانتخابات ما أفرزته الانتخابات من قوى اجتماعية. بطبيعة الحال القوى الاجتماعية هذه كل واحد منها تشوف، وعلى ذلك إحدى أسباب اللي خلتنا وقالت إحدى نقاط الخلاف، ما عندناش خلاف بين أشخاص، وإنما هو خلاف في تصور أما هو أحسن حل لبلادنا. من بين الحاجات اللي تعلمناها من التجربة مش أنك تعمل حكومة جديدة أو تضيع الحكومة اللي موجودة، المشكلة هو في الحكومة اللي بعدها قداش يلزمك وقت باش تعملها، وشنو هو برنامجها، وشنو هو البديل متاعك. لأنه عندنا تجربة في البرلمان في الصيف لمدوا 60 إمضاء وقالوا نجيبوه بالصيف نكركروه رئيس الحكومة، وهما ينجم يكركروه باش يجي الغادي كان يلزم 73 ويزيدوا مع 73 هذوك يقولوا شكونوا اللي باش يطرحوه. عميد كان تسمع عايش لا لا عايش 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 انا ما عايش انا كنت معنا اول حديث قلت لك راني خلافا من سيادتك انا متشاك هب او باش نعطيك نقطه، لكن من فضلك المؤرخ مش مزعجه شويه مش متشاك على الاقل روح من فضلك قضيه التوازن السياسي. راهو التوازن السياسي وقت اللي تكلم عليه وقتها نالا في الانتخابات في 11/1 توزن 1,200,000 و1,300,000 البلدية وزنت 500,000. يفوت ديميستيفي مثلكم انتوما على المستوى الوطني، يفوت ديميستيفي مشكلة التوازن السياسي. لكن اللي صوتوا وبالنسبة للوضع في الانتخابات 2014 صوتوا 51% في الانتخابات البلدية، صوتوا 34% أقل بشر قادة تنقص. وإحدى قضايا كبيرة هي العزوف، العزوف عن الانتخابات، يعني العاش يمشيوا الانتخابات. إذا كان العزوف هذايا إذا كان العزوف هذايا نسبته كبيرة ولا ما احناش كهول موجودين هنا أكثر من 40 و50 من فوق، فما بالك في الشباب اللي هو اللي قال لي على الجامعة مش نقول لكم 6 سنين 7 سنين أشرفت على الانتخابات في الجامعة اللي هي يعتبر القلعة عند السياسة، يعني بالنسبة للشباب عمري ما فاتت 15% انتخابات الطلبة في المجالس لا المجالس العلمية، يعني ممثلي الطلبة في المجلس العلمي اللي يتم سنويا، يعني عمري ما فاتت 15%. وهذا
العام العام